السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة واعمل مشاركة للفيديو، وفي اخر الفيديو هتلاقي فيديوهات مقترحة اضغط عليها للمشاهدة. الله يقويهم يا رجالة. الله يقويهم يا رجال. انا قاعد اتفرج على الناس هنعمل ايه طيب؟ ها؟ هنعمل ايه؟ كوبايتين شاي بس. دي رجالة بص قد ايه ربنا يخلي. بياخدوا جرد البريل. طب نعمل ايه يعني؟ ها؟ نعمل ايه؟ انا ما يمر رجال، انا مش جايلك اتنفرين بس. يا عم افك ايدك شوية. افك عن كي تاني؟ ها؟ يعني انت مش هتحليها يعني معايا؟ يعني خربت بيت وبيت ابويا يا اخي. يا اخي حرام عليك وعلى اللي جاب. خربت بيت يا اخي. بس كده اغفى الحال. اوعى طبنا عشان نفهم. يا يخرب بيوتك وخربت بيوت الناس، الزرعه مش هتنفع. طب سيب ازم معايا. ازم معاك. خربت بيت ابوك. هتطلع الجريد يا اسحاق. تعال احمل له شويه يبقى يستفيد بالمار. طب ايه اللي شايلهم دول يا حمود؟ تشيلهم كلهم. الله يا قوي الرجال. يلا عشان حليت بوك. جبت يا داك للانفاق. ايوه جبت. جبت لهم بقد ايه؟ 150. ليه يا ابني؟ يا عم ده 17 نفر. 17 نفر تجيب ب 150. قول لي احمد ابو ناجح. انا ما اعرفش احمد ابو ناجح. اي انا مالي امال احمد ابو ناجح؟ ما هو اللي قال ابوك مش ياخد كل يوم كه. يلا كل يوم. اي هتخرب بيتنا يا ابن الكلب يا وسي. طب زي بعض معلش. 150. 150 ده انت وقعت ابوك سيدك وقعت ايه خالص. طب استنى اربط الرات واجي لك. اربط يا ابن الكلب يا وسي. 150. اي 150 كيف يا. طب قول للرجال. انت انا قايل لك هات كل واحد رقم فيهم. يا عم الرجاله ده انا قمت جعان. مين؟ الناس. خليه يجيب لي نساج يا ابو. الناس انا قمت جعان. يا ده مش قايل لك هات ما تعملش شيء. الناس انا بقول ابوك معفن. ها؟ مش هجيب اكل. لا والله. والله. يعني انا معفن؟ لا انا اللي معفن. امال بتقول لي ايه؟ هم قال ابوك بس انا قلت عليا انا. اما تدي الناس اجرتها ولا اما تاكلها؟ عباس الراجل يا عم لما انا بجيب 200 جنيه في اليوم. تعال نسال. تعال نسال الناس الشرق دي حسن. اما يدوك حقك كامل ولا لا؟ مش ماخذ حاجه والله. ده وقعت ابوه السودة. تعال. اداك حقك انت ولا لا؟ هذا الاسبوع ما قبضتش. يا ولادي قالوا هذا ما يضحك ما ياخذ الفلوس. وانت خدت حقك ولا لا؟ لا ده ما يجيب بهم سجاير. يا ابن الكلب يا وسخ. تعال شوف بقى قلت لهم فاضي. ده قال لي خدت الفلوس قبضته. اديك فلوس الواد ده ولا لا؟ ولا اداني ولا مليل. ليه عنده 500 جنيه ادينا يجي اسبوعين. ها طب انا جاي لك الوقت. تعال شوف الراجل ده اديك فلوس ولا لا؟ ها؟ ولا قرش. يا ولاد الكلب. وتعبنا في الاجر. تعال. اديك فلوس ولا لا؟ لا يا عم. ولا قرش. ولا شيء. ده وقعت ابوه صام. حتى الجنيه. لما يكون متجوز تاني معاه مرتين. يا ابني وش يا ده الانفار كلها بتشتكي منك يا ابني الكلب. يا الانفار كلها يا ما تبص لي يا ابني. يا ما تبص لي. يا وقعت ابوك. وقعت ابوك. بتاع الانفار بصراحة. انا شربت بقى سجاير وكلت بقى حلاوة. لا والله. قول لا. ما انت مش لما تديني فلوس اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ طب الانفار دي عن ذنب ايه اللي اصحاب عيال كل. انا اجي لهم اجر عند ابويا. لا والله. انا اعمل لك ايه؟ مش مديني فلوس انت. طب خليكم شاهدين يا رجال. اودي المره خليكم شاهدين يا رجال. انت الوش خليكم شاهدين. يا ده الفلوس بتاع الشيخ.